السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. برحب بحضراتكم جميعا في المحاضرة الأسبوعية التي تقدمها منصة علماء المستقبل. محاضرة اليوم هتكون بعنوان علاقة العلم بإدارة المعرفة للدكتور ماهر منصور، عضو الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية ومقرها بفرنسا، عضو هيئة التدريس بالجامعة الدولية الماليزية، مدرب دولي معتمد، استشاري التدريب، خبير تنمية بشرية. ياريت نركز مع الدكتور إن شاء الرحمن كالعادة. لينك الحضور الخاص بالشهادات هينزل في نهاية المحاضرة، والمحاضرة المسجلة هيتم تنزيلها كالعادة على قناتنا على اليوتيوب، وأي أسئلة تكون في نهاية المحاضرة إن شاء الله. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بحضراتكم جميعا في اللقاء الأول أو في هذه المحاضرة، علاقة العلم بإدارة المعرفة. إن شاء الله نتمنى إن الناس كلها تستفيد. خلينا نبدأ مع بعض كده، نقول تاني بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ونقول ما أهداف المشاركة في أي دورة أو في أي محاضرة؟ ليه أنا بشارك في أي محاضرة؟ ليه بحضر أي محاضرة؟ ليه بسيب أولادي وأسرتي وبحضر أي محاضرة؟ هل أنا منتظر من المحاضر إن هو يضيف لك معلومات؟ ما أعتقدش، لأن إحنا كلنا عندنا معلومات، ويظهر ذلك عندما تطرح أسئلة تفاعلية بين المحاضر وبين حضرتك، يبقى كلنا عندنا معلومات. هل أكسبكم مهارات؟ هو الهدف من التدريب بصفة عامة هو إكساب مهارات أو تبادل المهارات بين المحاضر وبين الحضور. المحاضر بيستفيد والمتدرب بيستفيد. هل نأمل إن إحنا نستمتع ونستفيد من هذه المحاضرة؟ نتعشى في وجه الله خير. هل هنتعايش في جو من الألفة والفائدة؟ ليه بقى؟ ليه أنت بتقول يا دكتور؟ لأن دايما طالما حضرنا مجلس علم أو في محاضرة علمية فلازم يكون فيها جو من الألفة والفائدة والمعرفة، لأن العكس غير كده. ما هو العكس؟ العكس إن إحنا نكون قاعدين بنتسلى ونجيب في سيرة الناس، أو نتفرج على الشات، أو نتفرج على التلفزيون. مش معنى كده إن التلفزيون غلط أو الشات غلط، لكن احنا بننظم وقتنا وبنحدد وقت من عمرنا نستفيد فيه من خلال محاضرات او من خلال نقل معلومات بيننا وبين بعض. طيب، ايه هدفنا ولماذا العلم وإدارة المعرفة؟ اولا، ما هي المعرفة؟ المعرفة قائمة على التبادل المعرفي. ليه؟ لان العلم وإدارة المعرفة بنحتاجها في كل حياتنا اليومية. ليه برضو؟ لان العلم، تطور العلم واسلوب العلم واسلوب نقل المعرفه هيفيدنا في ايه؟ في تربيه اولادنا. اشمعنى اولادنا؟ عشان نتاقلم مع افكارهم الجديده، وكذلك علاقاتنا مع زمايلنا في الشغل او حتى في حياتنا الاسريه. اذا اداره المعرفه وتنميه القدرات الذاتيه بتخليني مرفضش الافكار الجديده. ليه بقى؟ لان الانسان اصلا عدو ما يجهل. يعني الحاجة اللي الواحد ما يعرفهاش بياخدها عدو، لأنه مش عارفها، لأنه بيجهلها. وعادة قيل في الأمثال، يعني عادة القديم دايما بنحافظ على القديم ولا نرغب في التجديد ولا نرغب في التغيير. أما العلم وإدارة المعرفة بنتماشى مع التغيير. طيب، ايه المحاور بتاع الدوره بتاع المحاضره بتاعتنا؟ اعذروني كلمه الدوره، يعني ايه المحاور؟ اول حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده، لماذا التدريب يا دكتور؟ بعد كل يوم بنحضر محاضره وتيجي تقول لي نحضر محاضره ونتدرب، وتيجي تقول النهارده لماذا التدريب؟ خلينا نعيدها تاني. هنقول لماذا التدريب. ثانيا، علمك معك لن ياخذه احد. ثالثا، ما معنى العلم؟ هو ايه العلم؟ رابعا، هنقارن ما بين العلم والمال. خامسا، ما هي آداب طالب العلم؟ وسادسا، هنقول كلام كويس قوي قاله سقراط في العلم وغيره. وسابعا، أهمية الصبر في طلب العلم. ده لو أتيح لنا البند لو أتاح الوقت لنا لو أتاح لنا الوقت نتكلم في البند سابعا، اللي هو أهمية الصبر في طلب العلم.
لماذا التدريب بقى؟ لأن في ليه في التدريب؟ لأن في قاعدة بتقول من لا يتقدم يتقادم. يعني إيه؟ يعني أنا لو ما كنتش هطور نفسي هصبح قديم، هقدم. يعني إيه قديم؟ خلينا ناخدها كده بالأسلوب خلينا نتفق مع بعض أن أسلوب كلامي في كل المحاضرات بنقسمه لثلاث مراحل: الأسلوب الشخصي، والأسلوب على المستوى الشخصي، والمستوى الأسري، وعلى المستوى الشغل، بحيث إن إحنا نستفيد من الكلام اللي أنا أقوله، نستفيد من كل كلمة بنقولها في هذه المستويات الثلاثة. طيب نرجع تاني، بنقول من لا يتقدم يتقادم. من لا يتقدم يتقادم، يعني أنا لو كنت محاسب في جهة معينة وماشي على النظام المحاسبي القديم، وطلع نظام محاسبي جديد، لو ما اتعلمتش النظام المحاسبي الجديد هصبح راجل قديم، وهيجي طالب متخرج لسه من السنة اللي فاتت يخش هو متعلم بقى النظام الجديد، يقوم هو يفهم أحسن مني، وأنا اللي بقالي 15 20 سنة في المكان اللي أنا فيه. ده مثال. مثال آخر، لو أنا ما اتدربتش على استخدام الباوربوينت، يعني إيه ما اتدربتش؟ هو أصلا مثلا لو قلت إن أنا بدرب مثلا من أوائل التسعينات، فكنت شغال على السبورة، وبعد كده ظهرت السبورة اللي هي الوايت بورد، وبعد كده البروجيكتور اللي هو بسلايد، وبعد كده فاجئنا لقينا قال لك في حاجة اسمها الباوربوينت. يبقى لو أنا ما اتعلمتش الباوربوينت ما كنتش هقدر أتكلم مع حضراتكم دلوقتي. ده الكلام ده لحد قبل مرحلة الكورونا. لما جت بقى مرحلة الكورونا قال لك لازم تتكلم أونلاين. يا جماعة إيه نتكلم إزاي أونلاين؟ قال لك لازم تتعلم بقى الزوم، وتتعلم التليجرام، وتتعلم الواتساب ازاي تدي محاضرات، وتتعلم على الفري كونفرنس اللي احنا شغالين عليه. ده كلام جميل. طيب انا كمحاضر، انا باخد مثال على نفسي، لو انا لم اتعلم مثل هذه الاساليب الجديده في التدريب، فكنت ساصبح قديما في مجال التدريب. طيب خد مثال اخر، زمان خالص لما كنا في الجامعة، لا مش في الجامعة، على مرحلة الثانوية، الناس القدام اللي زي حالاتي كده، ظهرت حاجة اسمها الرياضة الحديثة، وكان بعض المدرسين بيشتغلوا على الرياضة التقليدية، بعض الناس تماشوا مع الرياضة الحديثة وبدأوا يشتغلوا بالرياضة الحديثة، وبعض الناس قالوا لا احنا هنفضل على الرياضة التقليدية، وفضلوا يشتغلوا بالرياضة التقليدية إلى أن انتفت الرياضة التقليدية وأصبحوا قدامى ما لهمش شغل. هل هذا لو حل؟ الحل من خلال التدريب. تمام؟ إذا من لا يتقدم يتقدم. ده كلام جميل خالص. طيب إن نجاح الأمس ليس ضمانا للنجاح في المستقبل. والله أنا كنت شاطر إمبارح، وكنت بروجرامر شاطر، وكنت إيه بعرف بقف على السبورة وأسرح أشرح بالثلاث أربع ساعات. خلاص يا دكتور، احنا ما بقناش عايزين حضرتك تشرح السبورة، احنا عايزينك تشرح على اللابتوب. تقدر؟ لا مش هقدر. خلاص يا دكتور اركن بقى. ليه هركن؟ في غيرك هيتعلم الباوربوينت وهيشتغل وهيشرح على الاساليب التقنية الحديثة. يبقى انا كنت ناجح امبارح يا جماعة، ده انا كنت شاطر والله، لكن نجاح الامس ليس ضمانا للنجاح في المستقبل. ما الحل؟ الحل هو التدريب، ان انا اتماشى دائما مع الجديد. طيب خلينا نقول بعد زي بيت، هنسال فيه اربع اسئله. الاربع اسئله اللي هم دايما بنقول عليهم 4 دبلوز، اربعه دبلو. اول دبلو اللي هي هواي، لماذا انت حاضر معايا النهارده؟ لماذا انت بتضيق، يعني بتقتص جزء من وقتك وحاضر معايا؟ ليه حاضر معايا؟ والله انا سمعت ان في واحد اسمه ماهر منصور هيتكلم على منصه اسمها كذا، على منصه المستقبل، هيتكلم في موضوع العلم، يبقى انا حاضر على هذا الهدف. يبقى انا لازم يكون اي محاضره بتحضرها لازم تجاوب على بينك وبين نفسك، تجاوب على مثل هذه الاربع اسئله. واي، وات، زي ما هنشوف دلوقتي. وات، ماذا ستتكلم؟ هيتكلم في ايه الراجل اللي هيتكلم النهارده؟ هل هيقول كلام مكرر؟ كلام من الكتب؟ لازم اسال نفسي هذه الاسئله. ثالث دبلو، هاو، هيتكلم ازاي؟ هيتكلم على السبوره؟ هيتكلم على الزوم؟ من خلال الزوم؟
هيتكلم من خلال التليجرام، هيتكلم من خلال الفري كونفرنس. كيف؟ هاو؟ واطف واطف لو انا ما استفدتش. يعني ايه ما استفدتش؟ لو انا حضرت وما استفدتش حاجه من المحاضر، لا انا اضمن لك ان شاء الله ان انت هتستفيد. ليه يا دكتور انت واثق في نفسك قوي كده؟ لا انا مش واثق في نفسي، انا بس انا واثق في الله اولا ثم في حضراتكم. ليه؟ لان انا واثق ان طالما حضرتك حضرت محاضره فانت بتقتص جزء من وقتك عشان تتعلم او تستفيد او تكتسب خبره جديده، يبقى انت هتستفيد. اقول لك مثال هتستفيد ازاي. لو احنا شفنا واحنا بيبقى راكبين عربياتنا كده وماشيين في حاجه اسمها قنايه صغيره او ترعه صغيره. الترعه الصغيره دي او القنايه الصغيره دي ما بيبقاش قصدنا نسقيها ميه، لا احنا عاملينها عشان الميه تعدي منها بس، لكن ما قلناش ان هي تشرب. على الاجنب تلاقي في زرع وشجر طالع. الانسان مثل هذه القناه، القنايه الصغيره دي لو مر عليه العلم حتى لو ما كانش عاوز يستفيد منه فهو هيستفيد. مثل هذه القناة اللي شربت غصب عن أي حد. كذلك الإنسان اللي بيحضر حلقة علم أو بيحضر محاضرة لازم هيستفيد، لازم هيستفيد أي حاجة هيطلع بيها من هذه المحاضرة. يبقى ماذا لو وقف ما استفدتش؟ لا أنت إن شاء الله هتستفيد. خلاص يا جماعة؟ طيب نخش بقى في الجزئية الثانية اللي هي علمك معك لن يأخذه أحد. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ كلنا يا جماعه عندنا علم وخبرات، كلنا عندنا علم وخبرات، بس انا بطلب منك طلب، ضع علمك جانبا خلال هذه الدقائق. يعني ايه؟ يعني انا متاكد ان اول ما حضرتك تشوف الاعلان اللي عملته المنصه او عمله المركز التدريب ده، الراجل اللي اسمه ماهر منصور ده هيتكلم في العلم واداره لا ده انا عارف الموضوع ده كويس قوي، ده انا حضرت 20 محاضره، ده انا عامل فيها رساله ماجستير، ده انا. لا انا بطلب منك خلال هذه الدقائق اللي انا هتكلم معاك فيهم ضع علمك جانبا من خلال هذه الدقائق. الكلام ده كلامي انا بس. طب انت ليه بتقول كده؟ هقول لحضرتك ليه. اولا نشوف واحد من الناس اللي احنا بنثق فيهم مثل الامام الشافعي رحمه الله عليه، قال ايه؟ قال علمي معي حينما سافرت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، فان كنت في العلم كان العلم معي، وان كنت في السوق كان العلم معي. يعني ملخص البيتين دول، انا علمي معايا فين مسافر؟ العلم معايا فين؟ العلم في قلبي، بس قلبي بس العلم بقى انا مش حاطه في بطن ولا حاطه في مكان لا يحترم، يبقى انا بحافظ على العلم. الخلاصه ان انا بحافظ على العلم، فان كنت في العلم ولو انا كنت في حلقه علم كان العلم معي، وان كنت في السوق كان العلم معي. يعني اينما ذهبت فكان العلم معي. يعني الخلاصه الامام الشافعي عايز يقول ايه؟ عايز يقول لما تروح تشتري خضار من السوق ما تقعدش تتفلسف على الراجل والراجل بتاع الخضار وتبدا تكلمه بالانجليزي وتكلمه في حاجات هو ما يفهمهاش، او ان انت لو في قاعه درس مع احد الأئمة، وكان يقصد باحد الائمه او احد العلماء، تقعد تسمع. طلب منك الحديث تتكلم، لم يطلب لا تتكلم. المهم في هذه القضيه ان انت عندما تحضر محاضره علميه القي او ضع علمك جانبا. ليه بقى؟ ان انت حتى يكون تركيزك عالي جدا خلال هذه الدقائق اللي المحاضر بيتكلم فيهم. تعمل ايه؟ طب وركز ليه؟ وركز ازاي؟ اقول لك ليه. لان الواحد دايما بيفكر في المعلومات القديمه والسابقه. انا لما اقول لك معلومه هتشغل دماغك تقول لا المعلومه دي انا سمعتها في المحاضره الفلانيه من الدكتور الفلاني او قريتها في الكتاب الفلاني. عقلك اللاواعي هو هيشتغل اوتوماتيك، وهتبدا تقارن بين اللي بيقوله الدكتور النهارده وبين اللي انا سامعه، هتوه انت ما بين ما قاله القديم وبين ما قاله الجديد. لذلك انا بعمل ايه؟ انا بقول بطلب من حضرتك ضع علمك جانبا خلال هذه الدقائق ولا تقارن بين ما اقوله وما سمعت. ليه؟ انت يا دكتور يعني هو انت ما حدش هيقول العلم اللي انت هتقوله خالص؟ لا انا مش قصدي كده والله، الناس كلها اساتذتي، بس انا قصدي لو انت سبت نفسك للاواعي العقل اللاواعي هتقعد تقارن بين تقول ايه، انا قرات المعلومه دي بكتاب فلان وسمعت المعلومه دي من كتاب من فلان،
هذه المعلومة أنا أشك فيها، ماذا لو قال المحاضر كذا وكذا ويضيع تركيزك بين ما قاله القديم وما قاله الجديد؟ ده كلام جميل. نخش بقى في موضوع العلم. إيه هو العلم؟ بسيطة يا دكتور خالص، العلم باختصار نقيض للجهل. العلم واحد بيعرف والتاني ما بيعرفش، يبقى الأولاني عالم والتاني جاهل. خلينا نقول نتكلم شوية في اللي قال العلماء ما معنى كلمة العلم. في فيلسوف اسمه برناند راسل قال إيه؟ قال العلم ما نعلم، والفلسفة هي ما لا نعلم. برضه شوف أنا هقول لك إيه، أنا بقول الكلمة دي وحضرتك هتقارن، أنت بتحب الفلسفة ولا ما بتحبهاش؟ مش دي قضيتنا دلوقتي، إحنا بنتكلم في ما معنى العلم. الراجل ده قال إيه؟ قال العلم هو ما نعلم، والفلسفة هي ما لا نعلم، هو كده تعريفه. وهذا بنظري تعريف مبسط للعلم، هو من وجهة نظره كده. ليه بقى؟ لأن هو قال إن الأسئلة اللي تتعلق في مفهوم العلم والفلسفة إنما هي قضايا جدلية، وإلى آخره من تعريفه. تمام، هو راجل فيلسوف. طب تعال نشوف عم الفلاسفه نفسهم اللي هم ارسطو، ده استاذ الفلاسفه. قال العلم ايه؟ هو عمليه الاستدلال المقام على الادراك والبرهان. زمايلنا اللي عملوا رسائل ماجستير ودكتوراه بيعملوا الرسائل على السطر ده. يعني ايه على السطر ده؟ انت لما بتيجي تعمل رساله ماجستير او دكتوراه بتعمل الفروض، وبعد كده تحاول إثبات هذه الفروض من خلال البراهين، وتفضل توصل في الفصل الرابع أو الفصل الخامس تقول والله الفرض اللي أنا كنت حاطه صح أو خطأ، يبقى كلام أرسطو صح. العلم هو عملية الاستدلال المقام على الإدراك والبرهان. الإدراك يعني إيه؟ الإدراك أنا راجل بعمل ماجستير، نزلت الشارع، عملت رسالة، عملت استمارات استبيان، قارنت ما بين كتر الاستمارات دي، عملت لها يعني صفيتها او نزلتها في برنامج. المهم من خلال عمليه الادراك والبرهان بدا اصل لنتيجه معينه، يبقى كلام ارسطو في هذه القضيه صح. ايه هو اللي صح؟ وانت بتصححه وبتغلطه؟ لا انا مش قصدي كده، احنا بنشرحه. العلم هو عمليه الاستدلال المقام على الادراك والبرهان، والذي ينطلق من مقدمات حسيه صادقه. يبقى انت لما تيجي تخش في مجال العلم لازم يكون عندك ايه؟ تحضر نفسك حسيا للعلم. وهو يؤكد ان العلم بالمتغيرات امر غير منطقي ولا يوصل الى نتائج، والعلم بالثوابت والعلم الدسم الذي يغني ادراك العاقل المفكر. ده كلام ارسطو. وقد اورد ارسطو تعريفا اخر للعلم بقوله هو معرفة الشيء بعلله وبحالته الخام، وهذا يرادف معنى الحكمة والمعرفة التامة لأصل الإيه الوجود. طبعا تعريف يميل إلى الفلسفة. طب أما بقى أستاذ الكل أينشتاين بيقول إيه بقى؟ العلم هو إدراك رائع للحقائق. العلم هو إدراك رائع للحقائق. العلم هو إدراك رائع للحقائق، وهو مجرد إعادة ترتيب الأفكار. وهو مجرد إعادة ترتيب الأفكار. الراجل اللي بيتعلم كتير او اللي هو ايه بيقرا كتير، تلاقي لما تيجي تتكلم معاه تلاقي كلامه عباره عن افكار مرتبه حتى في حواره العادي، ولا يميل الى الثرثره ولا يتكلم كثير. ده الراجل انهي اللي هو بيقرا كتير وبيتعلم كتير، مش لازم يكون اينشتاين، لا احنا بنقول الراجل اللي هو بيقرا كتير هو بيتعلم كتير او بياخد مجال العلم طريقا له. اذا اينشتاين بيقول العلم هو طريق رائع للحقائق، هو طريق رائع للحقائق، وهو مجرد اعاده ترتيب الافكار. اللي انهي افكار؟ اللي انتشرت في مخ او عقل الانسان، بيصل من خلال ادراك طبيعه الحقائق. طبعا احنا عارفين اينشتاين عمل ايه. عمل ايه اينشتاين؟ ما انت هتشرح لنا اينشتاين يا دكتور، احنا كلنا ناس عارفين، بس خلينا نركز على كلمه ادراك لطبيعه الحقائق. والعلم كشيء مادي وموجود ومكتمل، هو أكثر الأشياء التي استطاع الإنسان الوصول لها بموضوعية وأرجحه بين الخلق والإبداع. نخلص من كلام أينشتاين إيه؟ نخلص من تعريف أينشتاين باختصار، العلم هو إدراك رائع للحقائق وخلاص، ومجرد ترتيب للأفكار. طيب الإمام الغزالي
الغزالي القديم بيقول العلم هو معرفة العلل، العلم هو معرفة العلل والمبادئ والأصول، لأن إدراك هذه الأصول لأن إدراك هذه الأصول لأن إدراك هذه لأن إدراك هذه الثلاثة اللي هو العلم ومعرفة العلل والمبادئ والأصول توصل إلى التعرف لماهية الأشياء. يبقى أنا علشان أعرف ماهية الأشياء لازم يكون عندي علم، لازم يكون عندي إيه علم. وإحنا كل تكلمنا آنفا أن الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، لكن لما يعرف القضية بقى ويعرف أصلا يقول لك آه اعذرني والله أنا ما كنتش عارف، غصب عني بقى اعذر جهلي، لذا اعترف إنه كان إيه مش فاهم الموضوع. يبقى لأن إدراك هذه الثلاثة توصل إلى التعرف لماهية الأشياء، طبيعة الأشياء ومعرفة حقيقتها، كما أردف الغزالي أن العلم هو البرهان الحقيقي الذي يوصل بالضرورة إلى اليقين الدائم. نخلص من كلام الغزالي إن إيه؟ العلم ده بيوصلنا للتعرف على ماهية الأشياء ومعرفة حقيقتها. أما ابن خلدون، طبعا الأسماء دي كلها حضراتكم عارفينها، ابن خلدون بيقول إيه؟ العلم هو نشاط إنساني، نشاط إنساني. يا سلام، يعني أنا عشان أبقى عندي حب العلم والتعلم محتاج نشاط. آه ليه؟ لأن أنا لو ما كنتش دلوقتي بدي محاضرة كان زماني نايم، أو حضرتك لو ما كنتش بتسمع محاضرة كان زمانك مرتاح. لكن العلم هو نشاط إنساني أيا كان نوعية النشاط، قابل للتغير أكثر من أي شيء آخر. يعني إيه؟ العلم بالذات يا جماعة عامل زي الإيه؟ زي الطفل. لو أنت وليته كويس هيكبر وينمو، طب أهملت طفلك هيخذل مش هيتربى كويس. كذلك العلم، لو أنت اهتميت بالعلم ونميته هيزداد عقلك نشاط. نرجع تاني نقول كلام ابن خلدون، بيقول العلم هو نشاط إنساني قابل للتغير. يبقى معنى كده لما نتعلم حاجة ما نكسلش، ما نقولش اه ده انا بقيت دكتور خلاص وخدت ماجستير ودكتوراه هو حد زيي في الدنيا دي. والله لو انت كده لو قلت على نفسك كده فقد اصبحت جاهلا، انا بتكلم عن نفسي. يبقى العلم هو نشاط انساني قابل للتغير اكثر من اي شيء اخر، يشغل عقل الانسان ويوقظ قلبه، وهو من اسرع المنجزات التي شهدتها البشرية. احنا اللابتوب والزوم والمصباح الكهربائي والطيارة والسفينة وكل وهذه الاشياء جت منين؟ جت من العلم. جت من ايه؟ من العلم. وهذه الاشياء كلها هي خلق الله طبعا، ولكنها منجزات عن طريق ناس لجأوا الى العلم واكثرها تأثيرا فيها، حيث لم يكن مصطلح العلم يوما منفصلا عن التطورات العقلية. يبقى ابن خلدون بيقول ايه في مقدمته؟ بيقول ان العلم ما هوش منفصل عن التطورات العقلية ولا الزمنية ولا الاجتماعية ولا الانسانية. بس خلي بالك زمان، هو ابن خلدون بيقول ان العلم زمان اقترن بالسحر مرة وبالفلسفة مرات ومرات. ده الكلام ابن خلدون بيقول ان زمان كان العلم مقترن بالسحر والفلسفة، هو كلامه كده. تعال نشوف الفارابي. الفارابي العلم قال ايه؟ العلم هو كل شيء غير متمكن. العلم كل شيء انا ما كنتش عارفه، لما عرفته بقى عندي علم بيه، وكل حدث لا يستطيع مفارقة موضوعه. بمعنى ان بلوغ العلم، ركز معايا حضرتك بقى، بمعنى ان بلوغ العلم كمان يحفر في ارض صلدة. صلدة يعني ايه؟ ارض حجر. يبقى بمعنى أن بلوغ العلم كمن يحفر في أرض صلبة ليحظى بكنزه المدفون. كلام جميل أوي والله. يبقى ملخص كلام الفارابي بيقول إن العلم هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أعرف حاجة ما كنتش متمكن منها، وإن العلم ده زي الراجل اللي ماسك أزمة أو فاس أو أيا كان وبيفحت في حجر صلد، مش بيفحت في الأرض، بيفحت فين؟ في حجر صلد. ليه؟ بيدور على كنز مدفون. ما هو الكنز المدفون؟ هو العلم. كلام جميل. هذا كلام الفلاسفة وكلام العلماء
وكلامي، كل انه جبتين حضرتك كل انواع، يا ام ارسطو فيلسوف، راسل فيلسوف، وجبت لك كل الناس اللي اتكلموا في هذا المجال عينات. تعال نشوف بقى كلام رب العباد بيقول ايه. قال المولى عز وجل اول حاجه قالها ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. الايه اول حاجه قال له ايه المولى عز وجل؟ قال للرسول ايه؟ اقرا. يبقى ده تشجيع لنا على ان احنا ايه؟ نقرا نتعلم. وبعدين نفى المولى عز وجل بين التسويه بين اهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسويه بين اصحاب الجنه واصحاب النار. شوف المقارنه، اهل العلم واهل غير العلم، ربنا نفى التسويه بينهم، زي ما ربنا نفى التسويه بين اصحاب الجنه واصحاب النار. قال الكلام ده فين يا رب؟ قال في الحشر. تعال نشوف ربنا قال ايه المولى عز وجل. قل يا محمد، يعني صلى الله عليه وسلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب، يعني اولو العقول. وكمان قال ايه ده الكلام ده في الزمر، والكلام وكمان في سورة الحشر آية 20 بيقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. بيقول لك ربنا إن اللي في النار مش زي اللي في الجنة، واللي الذين يعلمون مش زي الذين إيه؟ لا يعلمون. طيب إيه تاني؟ قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ماشي لحد كده ماشي، يتنزل الأمر بينهن. لماذا يا ربي؟ لتعلموا، برضو لتعلموا، برضو للعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. متى يا رب نعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لو أننا تعلمنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. طيب هل ربنا يساوي بين أهل العلم والعلماء؟ لا طبعا. احنا قلنا، طب تعالى برضو ربنا قال في حاجة تاني في آية أخرى، عظم أهل العلم، عظم العلم وأهله، فقال قال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا إيه؟ أوتوا المال؟ لا، أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. طيب إيه تاني يا ربي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وأنه لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما وإنما ورثوا إيه؟ العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام جميل. طيب العلوم يا جماعة بتنقسم لنوعين، علوم دينية وعلوم دنيوية. بعض الناس يتحيزوا أول العلوم الدينية، ليه؟ ليه تتحيز العلوم الدينية ليه؟ طب والعلوم الدنيوية مالها؟ ما العلوم الدنيوية اللي ركبتك طيارة، العلوم الدنيوية اللي ركبتك عربية، العلوم الدنيوية اللي جابت لك تلفزيون، اللي جابت لك لابتوب، واللي جابت لك كمبيوتر. يبقى لا نتحيز للعلوم الدينية، لازم احنا يكون فكرنا واسع. يبقى العلوم تنقسم العلوم إلى علوم دينية وعلوم دنيوية. علوم الدنيا زي الطب والهندسة والفلك وغيرها مما ينفع الناس لصاحبها من الثواب والأجر بقدر نيته، في الصالح عشان ينفع بها الناس، ولا عشان هو ياخد بحث درجة علمية حسب نيته بقى، والارتقاء بمجتمعه وأمته حتى تنمو وتزداد. يبقى احنا عندنا علوم دنيوية وعلوم دينية. العلوم الدنيوية مطلوبة ولا مش مطلوبة؟ طبعا. واللي يقول غير كده، اللي يركز فقط على العلوم الدينية يبقى إنسان عنده يعني نظره قصير. طب والعلوم الدينية؟ العلوم الدينية مهمة جدا. خلينا نقول نكمل في العلوم الدنيوية، هذه العلوم النافعة هي من فروض الكفايات. يعني ايه من فروض الكفايات؟
يعني مش لازم الناس كلها تكون أطباء، واللي ما يجيبش 99.9 في الثانوية العامة عشان يخش كلية طب يروح يرمي نفسه في النيل. لا مش عايزين كده. ليه؟ لأن ربنا بيقسم الدنيا زي ما هو عايز. ما جالكش نصيب تخش طب خلاص يا عم، ما جالكش نصيب تخش هندسة ما تزعلش قوي. ليه؟ لأن ربنا مقسم، لأن ربنا قال إن العلوم دي علوم كفايات. يعني إيه كفايات؟ يعني ربنا مقسم كم واحد يبقى طبيب، وكم واحد يبقى مهندس، وكم واحد يبقى فلك، وكم واحد يبقى مدرس، وكم واحد يبقى ممرضة، وكم واحد يبقى عسكري، وكم واحد يبقى ضابط، وهكذا. إذا هذه فروض كفايات. ليه؟ لأن الناس دي الفروض الكفايات اللي الناس بتسعى إليها. عشان إيه؟ عشان يغنوا مجتمعاتهم عن الحاجة لغيرهم. ومن نفر إليها مخلصا لله، يعني بيقول لك إن لو أنت عملت الحاجة دي مخلصا لله فهو مشارك في رفع الحرج عن عموم الناس. يعني إيه؟ يعني والله أنا لكان نفسي أبقى دكتور، لا قسما أنا كان نفسي أبقى مهندس عشان القسم بس. لو أنا كان نفسي أبقى دكتور، كان نفسي أبقى مهندس مثلا، وما جاليش نصيب ان انا بقيت، لو انا كنت احسنت النيه ودخلت بقيت مهندس ليه؟ عشان افيد بيها مجتمعي، ممكن اؤجر عليه. طب انت ربنا كرمك وبقيت دكتور، والله بقدر اللي اعمل عليه ان انا افيد الناس بما تعلمته ابتغاء مرضات الله، لعل الله ان يصيبنا باجر العلم والعلماء. طيب، فهو مشارك في رفع الحرج عن عموم الناس، وله من الاجر بقدر نيته الصالحه. يعني انا كلامي معاك ده لو كانت نيتي صالحه ربنا هيأجرني عليه، نيتي غير صالحه برضه ربنا هيأجرني حسب ايه نيتي. طيب كلام جميل خالص. اين المهم، العلم ولا المال؟ الاثنين طبعا مهمين، وفي ظل الايام الحاليه مهم طبعا، العلم والمال مهمين. خلينا نعمل كومباريزون كده بين العلم والمال. اول حاجه، ده مش كلامي انا، ده كلام العلماء والعلماء للفلاسفة، وهنرجع تاني لكلام الفلاسفة، إن العلم ميراث الأنبياء. والله ما احنا عارفين الكلام ده يا دكتور، أنت بتعيده ليه؟ معلش استحملني. والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. أمس الكلام ده، آه والله، ده العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. خليني احكي لك قصه، وانا لست متفقها في الدين، يعني مش ماليش علاقه، يعني يكفيني قوي الصلاه والصوم زي كعامه الناس، ماليش علاقه قوي بجانب الدين. لكن خليني اقول لك ان احد الخلفاء بني اميه اللي هو كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خلف او ترك 11 ولدا، ترك 11 ولدا، وترك عشر دنانير. العشر دنانير اشترى بيهم قبر وكفنوا بيهم، وساب ولاده ايه تقريبا كل واحد معاه دينار او كذا. طيب بعد مرور الايام الراوي بيقول ايه، وجدت ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يجهز جيشا بكامله من جيوش المسلمين. وكان عمر بن عبد العزيز سابهم ايه، وقرر فقراء. مش معنى كده يا دكتور ماهر ان الواحد بقى ايه يسيب ولاده فقراء، لا طبعا. خد مني الجانب اللي انا عايز اوصله لك. طيب، واحد امراء بني اميه ترك لكل ولد من ولده 100 100 دينار، 100 100 دينار كل ولد من ولده. ونفس الراوي راى ولدا من اولاد هذا الخليفة اللي مش هقول على اسمه من بني أمية يتسول السوق. لماذا؟ لأن ابن عمر بن عبد العزيز ترك العلم لأولاده، أما الخليفة الآخر فقد ترك المال لأولاده وذهب المال. إذا العلم ميراث الأنبياء والعلماء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. ده كلام جميل. طيب، إن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرسه، وصاحب المال يحرس ماله. انا عندي قرشين في البنك كل يوم حاطط في دماغي، الفايده طلعت الفايده نزلت، الدولار بقى بكام؟ قلقان. قلقان من ايه؟ وانا عندي غير القرشين دول؟ ده انا بنام احلم بيهم. اذا انا بحرس المال، فانا صاحب مال. اما العلم يحرس صاحبه، في حين ان واحد تاني
ما حلتوش لا دولارات ولا اي حاجه، هو يا دوب المرتب بيوصله لحد اخر الشهر بالعافيه، لكنه عالما فالعلم يحرسه. تمام. ان العلم يزداد بالبذل والعطاء، يعني كل ما تزيد علم، كل ما تبذل وتعطي، خلي بالك كل ما تبذل جهد في الحصول على العلم وتعطي في العلم يزيد العلم. اما المال فتذهبه النفقات، كل ما تصرف كتير من المال بيذهب بيقل إلا الصدقات. كلام جميل. إن العلم يرافق صاحبه حتى قبره، والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية. تمام. العلم يحكم على المال إزاي؟ القاضي عالم ممكن يحكم على ملك من الملوك أو واحد عنده كنوز الأرض. القاضي عالم يحكم على صاحب المال، ركز معايا حضرتك، القاضي عالم يحكم على صاحب المال، وتلاقي القاضي قاعد على المنصة وصاحب المال واقف قدامه، إذا العلم يحكم على المال، فالعلم حاكم والمال محكوم عليه. طيب، إن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، إزاي؟ تلاقي العلماء، لا اي واحد ماسك سلطه يقول لك هات لي العالم الفلاني اخد رايه في القضيه الفلانيه، هات لي المهندس الفلاني اخد رايه، احنا ممكن نعمل الحته، ممكن نعمل مصنع في المكان ده ولا مش ممكن؟ ده مين؟ ده الملوك. يبقى الملوك بيلجأوا لمين؟ للعلماء. وصاحب المال يحتاج اليه اهل العدم والساقه والحاجه. واحد عنده فلوس عندنا في العمارة مثلا، أنا هسأل عليه ليه؟ إلا إذا كنت محتاجه. هو ما عندوش حاجة غير الفلوس، يبقى مش هسأل عليه إلا لأنه صاحب مال. تمام؟ يبقى إذا إن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونه، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والساقة والحاجة. إن صاحب المال قد يصبح معدما. ممكن الناس النهارده تلاقي واحد كان معاه فلوس وبكره ما تلاقيش معاه فلوس، والامثله على ذلك كثير. ان صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشيه او ضحاها، والعلم لا يخشى عليه الفناء الا بتفريط صاحبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد اكس من الناس عنده كنوز الدنيا، قامت نازله البورصه مضيعه كل فلوس، تلاقيه بيشحت في الشارع. لكن صاحب العلم لا، لكن صاحب العلم يضيع منه علمه امتى بقى؟ لو اهمل علمه، وراجل بقى بتاع علم وتلاقيه كل بدأ ساب علمه، كل ليله تلاقيه سكران في مكان، يضيع العلم. يضيع الايه؟ العلم. تاني هقول ان صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشيه او ضحاها، والعلم لا يخشى عليه الفناء الا بتفريط صاحبه. ان المال يدعو الناس للدنيا، المال بيدعو الإنسان للدنيا، صح، والعلم يدعو الإنسان لعبادة رب الدنيا، صح، كلام جميل. أن المال قد يكون سببا في هلاك صاحبه، ممكن تلاقي عندي فلوس كتيرة وولاد وأهلي طمعانين فيا يقتلوني عشان ياخدوا الفلوس يورثوا، خاصة لو لم يكن لدي وريث، تمام؟ يبقى كان المال صاحب سببا في هلاكي، فكم من الأغنياء هلكوا بسبب مالهم. أما العلم ففيه حياة لصاحبه بعد ممات. انظر إلى التويتر، تجد مين يغرد معانا في التويتر، تجد ابن القيم، تجد علي بن ناس كتيرة بتغرد معانا. هو مش ابن القيم اللي بيتكلم، لا ده واحد عامل حساب في التويتر مثلا ابن القيم وبيعرض كلام ابن القيم، أو واحد مسمي نفسه الإمام الشافعي وحساب باسمه وبيعرض كلام الإمام الشافعي، وهكذا 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 وهكذا. او تلاقي واحد مسمي الحساب اينشتاين وبيعرض كلام اينشتاين. اذا هؤلاء العلماء عايشين معانا، لكن لما كان واحد معاها فلوس قد الدنيا ومات وفلوسه راحت، هنعمل له ايه؟ هنذكره بايه؟ ما خلاص وهو راح هو وفلوسه. اذا المال قد يكون سببا في هلاك صاحبه، خلاص كده. فكم من الاغنياء هلكوا بسبب مالهم، اما العلم ففيه حياة ففيه حياة لصاحبه بعد مماته. تمام. سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة.
يوم حد هيقول لي في الكلمه دي يا دكتور والله احنا عايزين فلوس عشان الدنيا غلت. مش دي القضيه، احنا بنقارن ما بين العلم والمال، مش موضوعنا بقى الدنيا غليت ولا ما غليتش. ان العالم، ما هو على فكره العلم هو اللي هيجيب الفلوس. ان العالم قدره، ان العالم قدره وقيمته في ذاته. الراجل اللي عنده علم ايه محترم، الراجل اللي عنده علم لما تيجي تهرج معاه تهرج معاه بادب واحترام، حتى لما تيجي تقول حاجه تبقى ايه، تتكلم باحترام ماشي. اما الغني فقيمته في ماله. اما طب اذا الغني اصبح بلا مال فمالك ومالي، ولا هعرفه ليه انا بقى، ما خلاص ما بقاش عنده فلوس. كلام جميل. ان الغني يدعو الناس بماله في الدنيا ان الغني يدعو الناس بماله في الدنيا. الغني في البلد تلاقيه عامل منظره وبيلم الناس وكل ليله يذبح جدي وياكل الناس ماشي. طب اذا ذهب هذا المال لا هيدعو الناس ولا حد هيروح له. يبقى اذا الغني يدعو الناس بماله في الدنيا، اما العالم فيدعو الناس بعلمه الى الاخره. والله يا جماعه الموضوع اللي انا بتكلم حضرتك العلم ده هو كله تحضير لحاجه اسمها اداره المعرفه. بس احنا لازم نتكلم في العلم ونشوف علاقه ايه زوايا كتيره للعلم يعني. طيب خلينا نقول بقى ايه، والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه. يعني العلم ده لو انت ما احترمتوش وما كانش العلم ده له احترامه وقدسيته كان مطية الإخفاق. يعني إيه؟ يعني لو أنت ما احترمتش العلم وده، والناس كانت بتحترمك عشان العلم، وأنت أثرت في علمك وأصبحت مهان، فإيه كأنك ركبت مطية الإخفاق، يعني مطية النزول من نظر الناس. وقد قضية الإخفاق مقصود بيها إيه؟ أصبح ليس لك وجود. قيس على ذلك الناس اللي كانوا في الأندلس. رب ركاب قد أناخوا عيسهم. خلينا نشوف عيسهم. عيسهم دي يعني إيه؟ يعني جمالهم يعني. رب ركاب قد أناخوا عيسهم، يعني في مجموعة من الركاب كانوا راكبين جمال أناخوها في ذرى مجدهم حين بسق. يعني إيه البيت الشعر ده يقصد؟ يقول لي ناس كانت راكبة الناقة جمالهم وتعلوها. طبعا اللي بيبقى راكب جمل ده بيبقى الناس تبص له. في ذرى مجدهم كانوا دايما كده ايه، الناس تبص لهم. بس لما العلم ضاع منهم واهملوا في العلم نزلوا من على هؤلاء الايه الجمال. سكت الدهر زمانا عنهم. هؤلاء الناس اللي اهملوا في علمهم، سكت الدهر زمانا عنهم ثم ابكاهم دما حين نطق. ولما جه الزمن يتكلم عنهم ابكاهم دما. وكذلك لما تيجي تسمع بقى كلام العلماء الذين أضاعوا العلم في تاريخ الأمة، تحس إن التاريخ بيبكيهم دما. ماذا لو أخلصنا في طلب العلم وإكرام أهله؟ هيجرى إيه يعني؟ شوف الشاعر بيقول إيه؟ أرى الركاب إن سرنا كانوا لنا تبعا. يعني إيه؟ يعني لو إحنا كنا أهل علم وأكرمنا أهل العلماء واهل العلم، تشوف الناس احنا راكبين وهم ماشيين ورانا. وان نحن اومأنا لهم اوقافه، لو اشرت لهم بصبعك كده يقفوا. طبعا ابيات الشعر بتبقى معبره عن حاجات كتيره، ما تاخدش التفسير بالحرف. ارى الركاب ان سرنا كانوا لنا تبعا، يعني لو احنا كنا راكبين الناس ورانا. وإن نحن أومأنا لهم وقفوا، يعني لو شورنا لهم يوم يقفوا. ليه؟ عشان إحنا عندنا علم. طيب هل للعلم آداب؟ آه طبعا للعلم آداب وأخلاق، لابد لطالب العلم أن يتحلى بها. يعني إيه؟ يعني أنت علشان تبقى عالم وتحضر، ما انا مش عايز يعني تحضر محاضره او تروح الجامعه عشان تتعلم، ما ينفعش بقى تخش يبقى الدكتور بيتكلم وانت قاعد تغني. لا، يبقى العلم له آداب. ما ينفعش تبقى انت بتسعى الى العلم وتعصى الله، ايا كان انت تعصيه بقى في اي حاجه، مش قضيتنا. وقلنا بيت شعر سابقا، فالعلم ان لم تكتنفه فضائله. يعني العلم لو ما كانش بي 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 بيكتنفه فضائل
كان مطيات الاخفاق يحط في دماغك ان انت هتنزل العلم ده، لو انت اهملت العلم واهنته هينزلك. لذلك يؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله عليه ان هو قال ايه، شكوت الى وكيع، وكيع ده استاذ سوء حفظي. الامام الشافعي ده يا جماعه كان من الناس اللي بيبص للصفحه يحفظها مره واحده، يبص للصفحه مره واحده، يبص لصفحه القران مره واحده يحفظها مره واحده. ففجأة لقى نفسه إيه؟ مش بيحفظ، فقال لي شكوت إلى وكيع، وكيع ده أستاذ وسوء حفظي، يا أستاذي أنا مش عارف أحفظ. فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعصي. الإمام الشافعي كان غلط في إيه؟ نظر إلى كعب امرأة تسير أمامه. هذه المعصية التي أضاعت، طبعا إحنا دي اللي خلته عاصي، واللي خلته ان هو سيء الحفظ. وشبه بعض العقلاء العلم بالذهب زي الوقت كده، لانه اغلى وانفس من كل نفيس. زي الوقت، الوقت يقول لك عليه ايه، الوقت انفس ما عنيت بحفظه. طب ايه علاقه الوقت بالعلم؟ العلم ده بتعمله ازاي؟ تعمله في الوقت. طب اذا اضحت الوقت فلن تجد علما. ليه لن اجد علما؟ وانا هقرا ازاي واتعلم ازاي لو انا كنت اضحت العلم؟ الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول عندما يزورني زائر فأعمل إيه بقى؟ ما أقعدش أتكلم معاه ولا أضيع معاه، يبقى ردي على قد السؤال وأرتب أوراقي، ويبري أقلامه، ويرتب الكتب المجلدات بتاعته. يعني ده دليل على إنه إيه؟ بيحافظ على الوقت. بيحافظ على الوقت ليه؟ عشان يحافظ على العلم. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يهون. يعني الوقت أسهل حاجة يضيع منك. الواحد يفتح الوقت ثواني تلاقي الساعة ضاعت، مش الساعة اللي في إيدي، ساعة الوقت يعني، أو يخش على الفيش تلاقي صاروخ الوقت بيعدي صاروخ. أيسر ما عليك يهون. فالوقت لو أنت بتستخدمه في العلم أنفس من كل نفيس، لأنه جزء من كيان الإنسان، لأن أنفاسه المعدودة في هذه الحياة. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. برضو ما زلنا في آداب العلم. إذا كنت أعلم علم اليقين بأن جميع حياتك ساعة. لو انت كنت عارف فعلا ان حياتك كلها زي ساعة، ما تضيعش وقت. والله حاجة تحزن يا اخي، الواحد ساعات انا بتكلم عن نفسي برضه عشان حد يزعل مني، ساعات كده الواحد يحس ان ضاع منه اليوم، ضاع منه، مش عارف ضاع في ايه، مش عارف ضاع في ايه. هل انا عندي يقين ان حياتي كلها كساعة؟ لا، انا كمير منصور كده ما عنديش يقين، رغم ان انا بحافظ على وقتي جدا. فلما لا أكون ضنينا بها؟ ضنين يعني بخيل. ليه أنا ما أكونش بخيل بوقتي وأنفقها في صلاح وطاع؟ الصلاح والطاعة معناها العلم والتعلم. إنما دنياك ساعة، فاجعل الساعة ساعة طاعة، واحذر التقصير فيها، واجتهد ما قدر ساعة. اجتهد في إيه؟ في العلم والتعلم والعباد. وإذا أحببت عزا فالتمس عز القناعة. طيب نرجع تاني لحبيبنا سقراط. أنا يعني بحب سقراط عشان تفكيره، لكن أنا مش بتاع فلسفة ولا حاجة. كلام سقراط بيقول إيه في العلم؟ بيقول الخير الوحيد في العالم هو المعرفة. أنت يا دكتور بتجيب الكلام عشان تمشي مع اسم المحاضرة بتاعتك، العلم وإدارة المعرفة؟ لا والله، ده كلام أنا بنقله يعني. الخير الوحيد في العالم هو المعرفة، والشر الوحيد في العالم هو الجهل. تمام. الأشخاص عديم القيمة يحبون الأكل والشرب فقط. الأشخاص عديم القيمة يحبون الأكل والشرب فقط. أما أولئك ذو القيمة الرفيعة فيأكلون ويشربون للبقاء على قيد الحياة وحسب. نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل. الأحمر ده من عندنا، مش من كلام سقراط. تاني نقول الأشخاص عديم القيمة يحبون الأكل والشرب فقط. أما أولئك، طب أنت يا دكتور هتكررنا في الأكل والشرب؟ لا والله ما قصدي، ده كلام سقراط. أما أولئك ذو القيمة الرفيعة فيأكلون ويشربون للبقاء على قيد الحياة وحسب. التعليم
الذي نحصل عليه مقابل المال أسوأ من عدم الحصول على تعليم إطلاقا. طبعا ده كلام سقراط، لكن التعليم دلوقتي وشغلنا يعني احنا بنحترف التعليم عشان ناكل عيش. هو كلام سقراط كان بيقول التعليم الذي تحصل عليه مقابل المال أسوأ من عدم الحصول على تعليم إطلاقا. يعني كان بيقول لك ما تاخدش أجر على العلم. طب ونشحد يعني هناكل منين يا سقراط؟ كل ده احنا قلنا ان العلم يتغير والظروف تتغير، يبقى ما اقفش بقى عند كلام سقراط تقول ان كلام سقراط غلط. لا، هو كلام سقراط كان في وقته ماشي، كان مقبول، لكن دلوقتي في هذه الجزئيه مش مقبول. العقول هركز معايا حضرتك بقى في الحته دي، العقول القويه تناقش الافكار. برضه سقراط، العقول القويه تناقش الافكار، العقول المتوسطه تناقش الاحداث، والعقول الضعيفة تناقش الأشخاص. أنا هاخد مثال على نفسي، أنا وصاحبي من ذوي العقول الضعيفة، طول ما أجي من الشغل أنام أريح شوية، أصلي العشاء، أتصل بصاحبي، أقعد إيه نحكي بقى عن اللي حصل في الجامعة طول النهار، ولا في الشغل التاني، ولا رحت محاضرة، ولا أقعد أحكي بقى في إيه، في الأشخاص، والفلان الفلاني يا عم كان عندي متدرب عمل كذا، وزميلي في الاستاذ اللي في الجامعه عايز يعرفنا، وفي الشغل مش عارف ايه. كل كلامنا ايه؟ كلام نناقش الاشخاص. اما ذوي العقول المتوسطه، الناس اللي احسن مني بقى ومن صاحبي ده، ذوي العقول المتوسطه بيتكلموا في الاحداث، ايه اللي حصل وايه الظروف هتمشي ازاي والى اخره. اما العقول القويه فتناقش الافكار، لانهم جايبين موضوع كتاب قروه ويتناقشوا فيه. يا دكتور ماهر يعني احنا بقى هنعيش في الجنة في الحياة الجنة؟ لا، انا مش قصدي كده. لما انا بقول لك الكلام ده بقول عشان نحافظ على الوقت ونسعى الى العلم، وما نضيعش الوقت في ان احنا نجيب سيرة الناس وقيل وقال وفلان قال وفلان عاد. تمام. طيب، اني لا اعلم الا امرا واحدا، ده كلام سقراط، اني لا اعلم الا امرا واحدا فقط، هو أني لا أعلم شيئا. يا نهار أبيض يا دكتور، يا سقراط، بعد ما خدت دكتوراه وماجستير وتعبت يا سقراط. هي الكارثة بقى في كده. ثق تماما أنك لو ادعيت أنك أصبحت عالما فقد أصبحت جاهلا. دي بقى إيه، حطها، لو أنت أصبحت عالما فقد أصبحت جاهلا. والدليل على ذلك قصة النبي الله موسى. ولو أتيح لنا الوقت في أدب العلم هنتكلم في أدب العلم ما بين موسى ونبي الله موسى والرجل الصالح الخضر. تمام. يبقى إذا ادعيت أنك عالما ثق تماما أنك ذاهب إلى مطية الإخفاق. لقد منحنا أذنين اثنين، عندنا ودنين، وعينين اثنين نشوف بيهم، ولسانا واحدا، ده يدل على إيه؟ على ضرورة أن تسمع ونرى أكثر مما نتكلم. الأذكياء يتعلمون من كل شيء وكل شخص. بجل الذكي تلاقيه قاعد بيسمع ويستفيد من كل موقف. أما متوسط الذكاء فيتعلمون من تجاربهم، بيتعلموا بس من اللي حصل لهم السنة اللي فاتت والسنة دي واللي حصل. أما الأغبياء لديهم كل الإجابات بالفعل. الأغبياء لما تيجي تتكلم، لا نقلل من شأن حد، احنا بنتكلم ان جنرال بصفة عام. الراجل الغبي او الانسان الغبي لما تيجي تتكلم معاه، وانا اصلا ما بفهمش في الكوره، اللي بتيجي تكلمني وانا محروق اقول لك انا ما بفهمش في الكوره، لك ده محمد صلاح عمل كذا، ده مش عارف مين عمل كذا، وانا اصلا ما بفهمش في الكوره، بس انا اتكسفت اقول لك انا ما بفهمش في الكوره. صعب ان انا اقول لك انا مش فاهم في الهندسه. لا، ما تيجي تتكلم اقول له زلزال اللي حصل في سوريا وتركيا ومش عارف ايه ده اسبابه كيتو. يا عم وانت مهندس، انت ليك في الهندسه؟ لا ماليش، بس لازم اقول اي اجابات. ده كلام سقراط الذي يقول الاذكياء يتعلمون من كل شيء وكل شخص، اما متوسط الذكاء يتعلمون من تجاربهم، اما الاغبياء ونسال الله الا نكون منهم، لديهم كل الاجابات لكل حاجه. خلي بال حضرتك معايا ان فهم السؤال هو نص الاجابه. لذلك لو يعني فهم السؤال هو نص الإجابة. وهذا الكلام بنقوله في لما نيجي ندي دورة تي أو تي، ندرب المدربين، نقول له علم المتدربين عندك، علم المتدربين
ما يسألش إلا إذا كان فاهم السؤال. علم المتدرب بتاعك لما يبقى مدرب يفهم الناس اللي هيشتغل معاهم، ما تسألش إلا إذا كنت فاهم السؤال، ما تسألش إلا إذا كنت فاهم السؤال. ما أنت لو مش فاهم السؤال هتدوخني وهتدوخ نفسك واللي حاضرين، وهتضيع وقتك ومش هتفهم السؤال، لأن أنا أصلا ما فهمتش منك السؤال، فبالتالي أنت مش هتفهم مني الإجابة. أنا جاوبتك على اتجاه إيه وأنت سألتني في اتجاه مين. إذا فهم السؤال هو نص الإجابة. استغل وقتك في تحسين نفسك من خلال ما كتبه الآخرون. يعني إيه؟ وأنا محتاجة أبقى مؤلف؟ محتاجة، لازم محتاجة أبقى يعني خبير في كل حاجة؟ لا، أمال الكتب دي لازمتها إيه؟ استغل وقتك في تحسين نفسك من خلال ما كتبه الآخرون، وهكذا ستكتسب بسهولة ما استغرق الآخرون وقتا طويلا في العمل من أجله. هو الناس بتكتب بالكتاب ليه؟ عشان احنا نقراه نقوم نستفيد من الخبرات. واحد يقول لك لا، واحد كده فعلا قال لي لا، الكتب ايه اللي هقراها دي؟ واحد قال لي كده فعلا زمان، يعني ربنا يعطيه الصحة والعافية اذا كان عايز. الكتب ايه اللي هقراها؟ ده كلام فاضي. كل واحد يجي يكتب كتاب ينقل من اللي قبله وينقل من اللي قبله وهكذا. الكتب ايه اللي، ما فيش حد اصلا يستحق ان انا اقرا له كتاب خالص خالص خالص. اه خالص خالص خالص. ما تستفيد من ايه؟ لا انا مش معايز حاجه من حد، انا مخي مريحني خلاص. يا عم الرضا هو ثروه طبيعيه. والله يا جماعه الرضا ده فعلا حاجه يعني انا بطلب من ربنا ان يرزقنا الرضا ويرزقكم الرضا. الرضا حاجه حلوه جدا. اما الطرف فقر اصطناعي، الطرف فقر اصطناعي. يبقى الرضا وثروة طبيعية. لو الست في بيتها أو الرجل في بيته راضية بما رزق فهو إيه؟ ثروة. أما إذا لم يرضى فهو فقر اصطناعي. يستلف عشان يبقى عنده طرف، يستلف عشان احنا داخلين على رمضان، يستلف عشان يعمل عزومات. يا عم انت ما عندكش امكانيات تعمل عزومات، تستلف ليه؟ هذا فقر اصطناعي. طيب ماشي، مش معناها ان احنا بقى ما نعزمش حد يا دكتور. خلينا اقول لك نختم في هذه الجزئية. سئل سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من احوج الناس الى طلب العلم يا امام؟ يا امام من احوج الناس الى طلب العلم؟ انت اول ما تسمع الحته دي المتوقع ان الامام يقول له ايه؟ الجاهل. من احوج الناس الى طلب العلم يا امام، المفروض ان الامام يرد عليه يقول له ايه؟ الجاهل. لكن ابن عيينة رحمه الله عليه قال ايه؟ قال اعلمهم. يا امام احنا بنقول لك مين احوج الناس الى طلب العلم، تقول لي اعلمهم. اعلمهم. قيل كيف وهو أعلمهم؟ إزاي وهو أعلمهم؟ قال لأن الخطأ منه أقبح، لأن الخطأ منه أقبح. إذا وقع الخطأ من جاهل فهو جاهل، أما إذا وقع الخطأ من عالم وهو يعلم فهو أقبح. تمام. علاقة الصبر بالعلم، علاقة الصبر بالعلم. إحنا مش هنطول قوي كمان يعني. ايه في علاقة بين الصبر والعلم؟ اه، طريق العلم ليس مفروشا بالورود، طريق العلم ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل انه يحتاج الى صبر ويقين وعزيمة لا تلين. يعني ايه يا دكتور؟ حضرتك عشان ربنا ما وفقكش يعني، وخدت ربنا وفقك وخدت مؤهل متوسط، لكن انت عندك عزيمة. ايه هي العزيمة؟ اروح جامعه مفتوحه. ربنا ما اكرمنيش يا اخي ان انا اخش ثانويه عامه، ازعل احزن؟ لا، فتح لنا باب. ايه هو الباب؟ اروح جامعه مفتوحه مثلا. يعني اقوم اعمل ايه؟ هتعب. ليه هتتعب؟ اصل انا كبرت بقى وبقى عندي ولاد، هروح اذاكر تاني، وبعدين هعمل ايه بالمؤهل ده؟ انا فاضل لي 5 6 سنين واطلع معاش. لا، وبعدين انا بقيت اذاكر، لو انا جيت اذاكر مش هفهم ومش قادر احفظ. لا، لكن لما انت يكون عندك عزيمة ويقين لا تلين هتحصل على المؤهل العالي، وهتتحول لك الدرجة العلمية بتاعتك في ملفك، او هتعلم الطريق او هتتعلم. طيب
ربنا كرمني وبقيت انا اصلا كرمني وخدت بكالوريوس. وما ايه خدت بكالوريوس واسكت؟ لا، اروح ادعبس كده عشان كده اخد دبلومه. خد دبلومه ايه وانا ولادي بقوا طولي؟ ما تروح يا عم، ايه المشكله؟ ما تروح تطور في نفسك. لا صعب، ولا لا هروح اصرفه على نفسي، اصرفه على ولادي. يا عم الرزق بيد الله، بس روح روح روح. خدت دبلوم وبعدين ايه؟ طب ده انا جبت درجات حلوه قوي، طب ما اشوف كده اي جامعه اقدم فيها، يمكن اقدم على ماجستير يقبلوني. تاني ماجستير؟ اه، من لديه يقين وعزيمه لا تلين فاعلم ان الطريق طويل، فاعلم ان الطريق طويل لكنه مليء بالورود، لكنه ليس مليئا بالورود. يعني ايه؟ يعني انت برضو لما تروح تذاكر وسنك كبير مش موضوع سهل يعني، وفي ظل هذه الاوضاع الحاليه لما تروح تذاكر ابنك يبقى محتاج الدرس وانت بتروح تدفع مصاريف للكليه، مش موضوع سهل ده. اذا العلم، طريق العلم ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل انه يحتاج الى صبر ويقين وعزيمة لا تلين. أنا خدت الماجستير، يا نهار أبيض، تصدق يا أخي خدت الماجستير وأنا عندي 55 سنة. ألف مبروك يا أخي. يوم أقول له، أنا أقول له طب ما تحدش شد حيلك روح أقدم تمهيد دكتوراه. نعم يا دكتور ماهر، أروح أقدم تمهيد دكتوراه. يا عم شد حيلك، محدش عارف، يمكن تبقى دكتور ولا حاجة وتطلع معاش تشتغل بدل ما تقعد في البيت. معقول أنا آخد دكتوراه زي ما خدت الماجستير؟ فالطريق طويل، والنفس تدعو إلى الملل والسآمة. أنا إيه؟ لا، أنت عايز تبقى تحصل على ماجستير أو دكتوراه، أو عايز تاخد على بكالوريوس، تحصل على بكالوريوس، تلاقي نفسك تقول لك يا عم ريح دماغك، ذاكر إيه بس دلوقتي؟ فالطريق طويل، والنفس تدعو إلى الملل والسآمة والدعة والراحة. فإذا طاوع طالب العلم نفسه قادته إلى الحسرة والندامة، قادته إلى الحسرة والندامة. ثاني هقول، طريق العلم ليس مفروشا بالورود، ما انتش هتروح تذاكر كده بسهولة، بل إنه بيحتاج لصبر، صبر بس، لا صبر ويقين بس، وعزيمة. وعزيمة شكلها إيه؟ لا تلين. ليه بقى؟ لأن الطريق طويل قوي، وأصلا النفس عدو للبني آدم، للإنسان. النفس أكتر حاجة عدو للإنسان. ليه؟ لأنها بتميل إلى الراحة والسقامة. تقول لك انت هتتعب نفسك ليه وتتعبني معاك ليه؟ ده نفسك. فإذا طاوع طالب العلم نفسه قادته إلى الحسرة والندامة. وعليك ألا تدعي أنك عالم. يعني إيه بقى يا دكتور أنت بتكسر نفسنا والله؟ ده أنا يا أخي حتى قعدت محاضرة النهاردة مع ماهر منصور ده واستفدت، ده أنا أروح أترسم بيها على الناس كلها. يا عم أنت خدته وقال لك إيه ماهر منصور؟ كلمتين حافظهم وقال. قال ايه يعني يا مصر؟ يا عم ده انا معايا ماجستير. ماجستير ايه يا باشا؟ الناس كلها معايا ماجستير. يا عم ده انا معايا دكتوراه. دكتوراه ايه يا باشا؟ الدكتوراه اللي انت خدتها دي من سنتين ثلاثه، العلم اللي انت خدته اتطور. يا نهار ابيض، انت بتكسر نفسنا. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي اقول لك انك لا تدعي دائما انك عالم، لا تدعي دائما انك عالم. وقد علمت، وعندما ادى وعندما ادعى أحد الأنبياء، ادعى أحد الأنبياء ذلك، أثبت رب الناس أن هناك من هو أعلم منه. عارفين طبعا قصة سيدنا نبي الله موسى مع الخضر، تمام؟ يبقى عليك ألا تدعي أنك عالم، وقد علمت. آه ده أنا عرفت كل حاجة، ده أنا بقيت خبير كل حاجة. خبير إيه في كل حاجة؟ وعندما ادعى أحد الأنبياء ذلك، أثبت له رب الناس أن هناك من هو أعلم منه. كلنا عارفين قصة سيدنا موسى، هنتعرض لها لو أتيح لنا الوقت. وعندما أرشده إلى من هو أعلم منه، ربنا قال لا يا موسى، هناك من هو أعلم. سيدنا موسى قال وهو كليم الله، قال يا رب هل هناك أعلم مني على الأرض؟ قال له رب الناس رب العالمين، اذهب يا موسى إلى المكان الفلاني ستجد من هو أعلم منك. يبقى لا تدعي دائما أنك عالم. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا لحد كده كفايه، لان احنا هنخش في قضيه جديده، فكفايه لحد كده. واتمنى الناس ان هي تكون استفادت، ولو في حد عنده اي سؤال او حد محتاج اي استفسار
أنا بشكركم جزيلا يعني. شكرا جدا لشهادتك دكتور ماهر على المحاضره القيمه دي، ما شاء الله شكرا، محاضره قيمه جدا، وان شاء الله برضو اذا كان في شكل المحاضره كبيره جدا فممكن نبقى نعمل لها لقاء تاني ان شاء الله، ده اذا حضرتك حبيت يعني. بخير إن شاء الله يا دكتور سعد إبراهيم. تمام يا دكتور، شكرا جدا لشهادتك. كالعاده يا شكرا دكاتره لك. هنزل حالا لينك الحضور لحضراتكم جميعا باذن الله عز وجل، تسجلوا فيه، هتلاقوا عند حضراتكم في ايقونه من ضمن الايقونات هنكرر تاني برضو، دي ايقونه خاصه بالملتقى العلمي اللي هنعمله. هننزل بكل التفاصيل النهارده ان شاء الله على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى التليجرام باذن الله عز وجل. الملتقى هيكون بالسريع كده عباره عن مجموعه من الاسابيع العلميه، كل مؤسسه علميه هتشارك باسبوع خاص بيها بعنوان معين باذن الله، والملتقى هيكون على مستوى الوطن العربي وهيكون اونلاين ومجاني تماما، وهيكون برضه في شهادات. استاذن حضراتكم لو في اي اسئله اكتبوا على الشات، وحالا هنزل لحضراتكم لينك الحضور. بالنسبه للشهادات عشان الناس اللي بتحضر معانا او اول مره تحضر معانا، باذن الله ماكسيمم يوم السبت هتكون الشهادات كلها نازله على قناتنا على التليجرام، وهنزل برضو لحضراتكم لينك القناه على التليجرام. يا ريت يا دكتور ده لا. إبراهيم الناس تسأل كده لو في أي استفسار. حاضر يا دكتور، لو في اي استفسارات اكتبوا لنا على الشات، لو حد حابب يدخل في مداخله يعمل ريز هاند عشان يبقى فيه كده نظام وكلنا نستفاد، وهنزل حاليا دي لينك الحضور، اتفضلوا. وده لينك القناة على التليجرام عشان اللي مش على القناة تفضل يدخل عشان الشهادات كلها بتنزل عليه. وده برضو لينك قناتنا على اليوتيوب، أي محاضرة مجانية بنعملها أسبوعين بتنزل على القناة برضو عشان لو حد إيه محضرش أو دخل متأخر أو ما شابه ذلك. وأي أسئلة إحنا تحت أمر حضرتك، اتفضلوا اكتبوا. لو في أي أسئلة دكاترة الشات مفتوح، اتفضلوا. كلهم بيشكروا في حضرتك دكتور ماهر. شيخ الحمد لله سبحانه. طيب أنا منتظر تعليمات لو في أي حاجة، أو يعني وقت ما تقول لي نفسك. حاضر يا دكتور، حاضر، احنا بس منتظرين لما يسجلوا في لا لا لينك تحت الحضور. تحت أمرك، معلش اعذرني عشان ده أول مرة نتعامل مع بعض يعني، أنا تحت أمرك في أي حاجة. مفيش مشكلة يا دكتور، ربنا يعزي سيادتك. في دكتور هند بتقول يا ريت يكون في جزء تاني للمحاضرة. أرد ولا إيه؟ اتفضل يا دكتور لو سيادتك. هو الموضوع إن هو دي دورة بحالها اسمها علاقة العلم بإدارة المعرفة، لأن إدارة المعرفة ده علم جديد، فإحنا يعني قلنا يعني تقريبا نص مقدمة لما العلاقة ما بين العلم وإدارة المعرفة للحفاظ على وقت حضراتكم ووقت المنصة يعني، لكن ممكن أنسق مع حضرتك محاضرة أخرى يعني. ما فيش مشكلة يعني دكتور، ده أهم حاجة بس الناس تكون استفادت. لا ما شاء الله دكتور، والله بجد يعني كلهم كاتبين في التعليقات بيشكروا في سيادتك جدا يعني. بالنسبة الله لدكتور يطمنك. فاضل بيقول الميعاد يوم الثلاث، فعلا احنا كنا عاملينها امبارح، هو ميعادنا احنا كان يوم الخميس من كل اسبوع، بس عشان وقت الدكتور وكده لان مشغول يوم الخميس وعنده محاضرات تانية فعملناها يوم الثلاث. حصلت مشكلة امبارح ونبهنا عن كده واتحلت ان شاء الله النهاردة، وبعدين قدمنا المحاضر يعني. يا دكاترة رجاء اللي يسجل في لينك الحضور يسجله صح، لأن في ناس بتنسى البوزيشن بتاعها وفي ناس بتنسى الاسم الأخير فبترجع تقول لي كرر الشهادة واعملها لها تاني. احنا الشهادة دي بتتعمل إلكترونية حضراتكم، أي حد بيسجل بيتعمل دايركتلي للعدد كله على بعضيه، فعشان أرجع أعمل شهادة لكل واحد على حدة دي صعبة، لأن عندنا مشغوليات تانية وكده. بنجهز للمنطقة العلمي وبنراسل الجهات وبنعمل جهات ونظبط بوسترات وإعلانات والكلام ده عشان نعمله لحضراتكم، عشان كده ارجو من حضراتكم يكتبوا الاسم صح وباللغه الانجليزيه مش باللغه العربيه، جميع الشهادات بنعملها باللغه الانجليزيه، هي دي الفكره يعني.
فمش بتلاشى والله، ولكن الفكرة مشغولين جدا والله يا دكتور. وحاضر، اللي مش عارف يسجل حاضر، هنزل حالا أرقام إدارة المنصة، تواصلوا معانا على الأرقام دي ونعمل لحضراتكم الشهادة، مفيش أي مشكلة. اللي مش عارف يسجل أو عنده مشكلة في التسجيل أو عايز أي حاجة إحنا تحت أمره. أرقام المنصة عند حضراتكم أهي، تواصلوا معانا وإحنا نعمل لكم شهادة. ابعت الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية وهنعمل لكم شهادة إن شاء الله، فما تقلقوش من موضوع الشهادة وكده يعني. ده بالنسبة اللي مش عارف يسجل. محدش رجعني ينزل اسمه على على الشات، لان احنا مش بناخد اسماء من على الشات. انتوا سجلوا او بعتوا لنا على الارقام دي واحنا نعمل لكم شهادات. حاضر حاضر، في امركم. في اي اسئله؟ طيب عشان وقت الدكتور. طيب رابط التسجيل حاضر يا دكتور. لا الواتس مش الواتس مقفول. هيبعت على التليجرام برضه على نفس الارقام دي، على التليجرام برضه لو الواتس مقفول، اللي عنده مشكله في الواتس. ابعت على الواتس على الارقام دي يا دكتوره، بعد مع حضرتك نعمل لك شهاده. مفيش اي اسئله. شكرا جدا لحضرتك دكتور ماهر، سيادتك قضيت جزء كبير جدا في المحاضره. احنا بنشكر شكرا سيادتك جدا جدا في المحاضره القيمه دي يعني. شكرا شكرا ان شاء الله ان شاء الرحمن نلتقي بحضراتكم. تكون المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون يوم الاحد الجاي، معلش بس تلخبطت الاسئله المواعيد وكده نظرا لانشغالنا بالملتقى وكده. ان شاء الله محاضره الاسبوع القادم مش هتكون يوم الخميس، لا هتكون يوم الاحد، وهتكون في التحاليل الاحصائيه باستخدام برنامج الاس بي اس، باستخدام برنامج الايموس، وهيلقيها الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم الخولي، استاذ بقسم الاقتصاد بجامعه الزقازيق. ان شاء الله الرحمن كالعادة برضه هتكون مجانية وهتكون في شهادة في نهاية الحضور. شكرا جدا لحضراتكم على حضوركم معانا، ونلتقي في موعد آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.